لما نيجي نتكلم يعني ايه رئيس اصلاحي، الرئيس الاصلاحي معناه انه بيتكلم بشكل اساسي بناء على الواقع، بيرفض التصورات الجاهزة، بيرفض الاستسلام للمخاوف الجاهزة، بيرفض انه يسير وراء ما كان معتادا من قبل. الرئيس الاصلاحي او اي فكر اصلاحي هدفه هو تغيير الواقع للافضل بكل السبل الممكنة، حتى ولو كانت هذه السبل الممكنة محل اعتراض من البعض في مرحلة من المراحل. وانا اعتقد ان هي دي قيمة الاصلاح في حد ذاتها. الحقيقة لو حاولنا نتكلم على الانجاز اللي حققه الشباب في السنوات الاخيرة، مش هنبالغ لو قلنا ان فعلا الشباب في مصر بيعيش عصره الذهبي. مبررات هذا الحكم أو هذه المقولة إنه الحقيقة الشباب المصري على مدى سنوات طويلة كنا دايما بنسمع شعار تمكين الشباب، لكن على أرض الواقع ما كناش بنشوف أي حقائق تعكس الشعار ده. اللي شفناه خلال السبع سنوات الأخيرة أنا أعتقد إنه إنجاز لم يتحقق منذ عقود. مصر طول عمرها دولة شابة، إحنا النهاردة أكتر من تلتين تعداد السكان تحت 40 سنة. هذه الطاقة الكبيرة جدا وهذه القوة الكبيرة جدا إذا لم تستغل لبناء الأوطان فالحقيقة ممكن تستغل لأهداف أخرى. علشان كده أتصور أن القيادة السياسية وضعت أمامها وأمام ونصب عيونها الهدف ده، استغلال طاقة الشباب لبناء الوطن، تحويل هذه الكتلة البشرية الهائلة كقوة إنتاج، كطاقة إعمار، كقدرة على البناء والتعمير وإعادة إنتاج المشروع الحضاري المصري. مصر بعد 2011 دخلت في أنا أعتقد أنه نفق من فكرة اليأس، كان في قوة كتير ودول كتير حوالينا بتحاول تصدر لنا فكرة اليأس من المستقبل، وده كان الإنجاز الأول اللي عمله الرئيس السيسي أول ما جه للحكم، هو إعادة إنتاج الأمل، إعادة إحياء الأمل، إعادة فكرة الأمل في المستقبل والثقة في المستقبل في نفوس الشباب. ودي كلمة السر الأولى اللي حاول الرئيس من خلالها أنه يستعيد الشباب مرة تانية إلى حضن الوطن وإلى بناء الوطن. بعد كده بدأنا مجموعة من الإجراءات، وبعد كده بدأنا مجموعة من المشروعات المهمة جدا اللي حققت بالفعل شعار تمكين الشباب وخلته واقع على الأرض. بدأنا بفكرة مؤتمرات الشباب، بدأنا بفكرة إن إحنا نسمع للشباب، إن القيادة السياسية والدولة بكل مؤسساتها وبكل قياداتها تقعد مع الشباب، تسمع للشباب، الشباب هو اللي بيتكلم، الشباب هو اللي بيحط أجندة الحوار، الشباب هو اللي بيدير وبينظم هذه الفعاليات. عبر 7 نسخ من مؤتمرات الشباب و3 نسخ من المؤتمرات الشباب الدولية، أعتقد إن الدولة قدرت ترسخ فكرة أن الشباب هو صاحب الحق في الكلام، في الفعل، في العمل، في طرح ما يعني لي وما يحلم بي، والدولة عليها أنها تستجيب وتحقق، وبالتأكيد حققت ده وقدرت توفر مصداقية مهمة جدا لاحترام مخرجات مؤتمرات الشباب. مش بس كده، المسألة كمان أن تمكين الشباب مش مجرد شعار لعلاقة بالسن، يعني مش عشان ده شاب أقل من 40 سنة أو عنده 30 سنة خلاص أخده وأرميه في البحر وأقول له أنت شاب وابدأ اشتغل، لا، ده أنا أعتقد لو كان التصور اللي كان موجود فكرة التمكين على أساس السن ده توريط للشباب، لكن اللي حصل هو إكساب هؤلاء الشباب مهارة التعامل مع الواقع، المؤهلات الحقيقية اللي تخليهم قادرين على العمل، اللي تخليهم إحنا كدولة وإحنا كشعب وإحنا كمجتمع لما الشباب ده يتولى المسؤولية بالفعل يبقى جدير بالثقة وجدير بأنه هو يحقق نجاح حقيقي في الموقع اللي هو موجود فيه. علشان كده بدأت من فترة مبكرة جدا من 2015 بدأت البرامج الرئاسية لتأهيل الشباب للقيادة، بعد كده شفنا الأكاديمية الوطنية للتدريب، بعد كده شفنا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. كل دي أفكار وكل دي مشروعات وكل دي حاجات حصلت على الأرض علشان نقدر نكسب هؤلاء الشباب قدرات ومهارات التعامل مع الواقع بأدوات جديدة. كمان مش بس لازم ننظر لموضوع تمكين الشباب على أساس إنه تمكين على أساس السن، صحيح الشباب اكتسبوا إنجازات كتيرة وامتيازات كتيرة خلال السنوات الأخيرة، لكن هم بحكم إنهم مواطنين استفادوا من حاجات كتيرة تانية ربما ما كانوش هم بس الفئة المستهدفة منها.
لو شفنا مثلا مشروعات الإصلاح الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي هنجد إن الشباب كان في القلب من هذا المشروع. الشباب هو قوة العمل الرئيسية. أنا لما بعمل إصلاح اقتصادي بقلل معدلات البطالة. النهاردة مصر بتباهي العالم كله بأنها قدرت تقلل معدلات البطالة إلى حوالي 7.3%. لو جينا نشوف مشروع زي حياة كريمة هنجد أنه بدال الأرقام بتقوله لنا أن الكتلة الأكبر من الشباب المصري بيقيم وبيعيش في القطاع الريفي. طب لما أبدأ النهاردة مشروع زي حياة كريمة مين هيبقى المستفيد الأول من هذا المشروع؟ الشباب. مش بس هيبقى مستفيد إن هيلاقي فرصة عمل في القرية بتاعته، هيلاقي بنية تحتية، هيلاقي مدارس، هيلاقي مشروعات صحية، هيلاقي مرافق للشباب والرياضة، هيلاقي مرافق للثقافة، هيلاقي كل الحاجات اللي تساعده على إن هو يعيش حياة كريمة بجد. لا، ده كمان هيلاقي مستقبل أفضل لنفسه، لأسرته، لأولاده. فبالتالي لما بنبدأ مشروعات بهذا الشكل الشباب مستفيد منها بشكل غير مباشر. طب نتكلم بقى بعد كده على المكتسبات السياسية. كتير من المشاكل اللي كانت موجودة ان احنا كنا بنلاقي مصر دولة شابة لكن النخبة السياسية اللي موجودة فيها ما كانتش بتعكس الواقع ده. كنا بنلاقي كتيرة من التركيبة الحكومية او تركيبة الاحزاب او تركيبة المحافظين ما لا تعكس الواقع السكاني اللي موجود في مصر. النهاردة لو جينا نبص على وجود الشباب في المؤسسات التشريعية، البرلمان على سبيل المثال، هنجد انه نسبة كبيرة جدا وبحكم الدستور من الشباب، 25% من المقاعد بتتاح امام الشباب، امام المرأة. ده تمكين مهم جدا انه الشباب يحصل على المنابر اللي يقدر يتكلم منها، اللي يقدر يعرض فيها فكره، اللي يقدر فيها يكون شريك في اتخاذ القرار. لو جينا نتكلم حتى على مجلس الشيوخ اللي بيبان من اسمه انه ده يعني مكان لجمع الخبرات وأصحاب الخبرات المتراكمة، هنجد أنه تقريباً تلت هذا المجلس من الشباب. وده اعتراف مهم جداً من الدولة أنه الشباب كمان شركاء فيه وعندهم خبرات كبيرة جداً يقدروا يفيدوا بيها بلدهم. لو جينا نتكلم على التمكين حتى في الأحزاب، هنجد أنه الأحزاب السياسية في مصر، احنا عندنا حوالي 104 حزب في مصر، الشباب ما كانوش موجودين في عدد كبير جدا من قيادة أو المؤسسة أو الصفوف الأولى من هذه الأحزاب. الدولة نفسها خدت على عاتقها أنها تمكن هؤلاء الشباب. بدأنا مشروع مهم جدا ومبادرة مهمة جدا وهي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي أفرزت الحقيقة وجوه شابة، وجوه قادرة، وجوه جديرة بالثقة، قدرت أنها يعني تقدم لنا أصوات شبابية جديدة عاقلة قادرة على فهم تحديات الوطن والمساهمة في مواجهة هذه التحديات. لو جينا نشوف حركة زي حركة المحافظين اللي تمت سنة 2019 هنكتشف أنه تقريبا 60% من الأسماء اللي ضمتهم هذه الحركة كانوا من الشباب، وده الحقيقة معدل غير مسبوق على مدى التاريخ السياسي لمصر. احنا شفنا نواب للمحافظين، نواب في كل المجالات، نواب للوزراء، هيئات بالكامل كانت بتشكل من الشباب. دور فاعل وحقيقي وحيوي للشباب ان هو يشارك بجهده وبرؤيته وبأفكاره الطموحة وبأسلوبه غير التقليدي في العمل في منح بلده فرصة للمستقبل وفرصة للعمل وفرصة للإنتاج وفرصة للإنجاز. انا اعتقد ان ده في حد ذاته رسالة مهمة جدا. الحقيقة انه الشباب المصري كان في صراع على الشباب مش مع الشباب، بمعنى انه كانت في كتير من القوى تأمل انها تجتذب الشباب ده لصفوفها، لكن الدولة المصرية النهاردة قدرت تكسب الرهان. النهاردة معدل الرضا في اوساط الشباب عن الاداء الحكومي بتتجاوز تقريبا 70%. الشباب اللي هو بطبيعته متمرد، الشباب اللي هو بطبيعته ما بيرضاش بسهولة. لما اجي اتأمل نسبة زي كده اعتقد ان ده نجاح كبير جدا للدولة المصرية.